المسلمين اليوم خاصة العامة منهم، ما في خواص لا يخرج المهدي لا ينزل عيسى، تأثر بها هذا هو بوحده، ممكن يكون بحاجة إلى الغنم يحتاج إلى راعي. نحن علينا نعمل في الحاضر ونترك لله الغائب. لا إله إلا الله. على حسب نوعية المرض، ويمكن الدكتور عصام بمدنا مدده، فإذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه بمثل ما بيقولوا انفصام الشخصية، أنه بيغيب الإنسان عن نفسه لا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. يعني عندك شيء في النبي هذا؟ نعم، ليس عن المريض حرج. أنه هل يصل المرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظن. أيوة. عدم مسؤولية. أما غالبية أمام المسؤولين يعي تماما ما يفعل، إنما الدفاعات النفسية ممكن تعطي طابع أكبر من ذلك، ويكون بالجميع بشكل أقبح. الإنسان عاد يعي وكامل قواه. العامل النفسي عامل ممكن يكون مساعد وممكن يكون مسبب. العامل المسبب هو برأيي على قتل على اعتداء على قتل
شوف لي أبو النور أحداث لمدرسة أقلم على اعتداء على ولدك بتطور بين في مدرسة ثم قتلوه. قديش عمره دوني؟ بس أنا تروني يا دكتور والجملة معترضة، تسمية هؤلاء بأحداث هذا مقصد كيف أن مؤاخذة وعدمها. وهذا هو في الواقع من لا قوة تتماشى إلا قوانين بيطانية ما تعليم إسلامية. ومن غراب المكان يعني لا هو أوروبي ولا يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هناك، المفروض انه يكون تلقوا هذا القانون منهم. منهم انا بقول كان الانجليز حاكمين البلاد، فالمفروض يكون قانونهم انجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام. أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة، هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ، لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية، عطفا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود، طبعا اللي يعتبرون من أهل القتال من البالغين.
ما أحاول أتذكر اسم رجل شاب من اليهود كان من جملة الأسرى. هني حكم سعد بن معاذ بقتلهم، قال جاءوا بي عرضوني على القتل، قال فكشفوا عني، فلما وجدوني ما أنبت أطلقوا سبيلي وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالغ، لأنه هذا المعلوم لدى الجميع أنه لما يبلغ بيطلع الشعر، فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 بدهم يتزوجوا وبينسلوا. الله أكبر. بدون ايه؟ حاله مرضيه. هي رجع البحث السابق. هذا نرجع عليها. هذا هو. فنقول انه في طفله او طفل رجل التاسع من العمر وعنده مرض الغدد لما فوق الكلى، فلج هرمون التكوين بكليه رحم الجسم لورا، فتؤدي الى بلوغا ظاهريا وليس عقليا. ايوه وليس عقلا. طيب شو على عفوا لنفهم هذه المساله. نعم شاذة. شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟ يتجد الشعر او طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟ ان ترى لي فتاة صغيرة او لطفل صغير عندك فتاة صغيرة فتاة صغيرة فتاة صغيرة اما عقليا ولد لا بس هذا الكلام غير سليم. قولك تصور كلامه هذا ليس كلامه، هذا محفوظه وفرق كبير. يعني مثلا حطه له ارتجي الموضوع كذا اطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجلوا خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعث الخير. بتكون انت اول هارب يعني. كيف؟ يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله؟ ما لاحظت الشيء هذا؟ لا ما اظن، لانه اذا خلط خلط فعلا بضيع. هذا كله محفوظ عنده اخي، انا ما سمعته بس بلغني عنه خطب كثيرة، غلب على ظني انه كل هذا حفظ. ممكن الانسان في هذا السن يكون عنده حافظة قوية، لانه نعلم انه في باكستان يعني ابن 8 سنوات 9 سنوات يحفظ القرآن كله من اوله لاخره.
بيجي ما في كلام هذا إطلاقا. لكن لو كان أنه بيرتجي الخطبة من عنده هذا أمياز وأمياز. خليك مطار خير تهرب من رحمة الله. ليس بلا هذا بلا برضه.